السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم مشاهدي الكرام. أنا محدثكم غسان الشيخ وأرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج دين ودينار. الخصخصة، هل هي حاجة اقتصادية لا غنى للدولة عنها أم أن اسمها أكبر من نفعها؟ وكيف نظر الاقتصاد الإسلامي إلى الملكية وما هو موقفه من الخصخصة؟ وما هي حدود الدولة في التدخل في حركة الاقتصاد وحماية المصلحة العامة؟ ثم لماذا ذهب بعض العلماء إلى تحريم الخصخصة في حين ذهب البعض الآخر إلى جوازها؟ دعونا نبدأ القصة من أولها مع تقرير الزميل ياسر هواري. تبدأ القصة مع انتهاء الحرب العالمية الثانية. الدول المتقدمة خرجت من الحرب منهكة، وكحل سريع اضطرت الحكومات إلى التدخل في الاقتصاد، والدور ذاته قامت به الدول النامية بعد التحرر من الاستعمار. لكن مع مرور الوقت وجد الاقتصاديون أن تدخل الحكومات في عجلة الاقتصاد يضر أكثر مما ينفع، إذ أنه يقضي على المنافسة وتحرر الأسعار والتصدير، فمن يجرؤ على منافسة الدولة التي تمتلك كل الآليات؟ والحل الذي نصح به الخبراء هو انسحاب الحكومات من العملية الاقتصادية وتسليمها إلى القطاع الخاص، أو ما يعرف اصطلاحا بالخصخصة. والحقيقة أن الهدف الأساسي من الخصخصة هو الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية وتحفيز أسواق المال والحد من تدخل الحكومات إلا بالقدر الذي يحمي الأسواق وسعر العملة. ومن أشكالها البيع المباشر وبيع حق الإدارة مقابل نسبة من الأرباح، والمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي والإيجار، ونظام الكوبونات أو الصكوك، وهذا من شأنه زيادة حجم الاستثمارات وتحسن الدخل العام وزيادة حركة التجارة وانخفاض أسعار السلع بفضل المنافسة، ومن ثم رفع القوى الشرائية للعملة، وهو ما ينعكس إيجابيا على السياسة النقدية والمالية العامة. لكن المشكلة أن الفساد في الدول النامية كان سبباً رئيسياً في عدم نجاح الخصخصة، فالعناصر الفاسدة استبدلت الخصخصة بنموذج جديد هو الإقطاع، حيث دعمت بعض رجال الأعمال بشكل مباشر لاحتكار قطاع محدد، ومن ثم فهي ظاهرياً تطبق الخصخصة التي تطالب بها المؤسسات الاقتصادية الدولية كأحد شروط الإصلاح للحصول على قروض تنموية، لكنها واقعياً لا تزال تلعب في الاقتصاد من خلف الستار. في المقابل نجد أن التجربة الماليزية كنموذج إسلامي نجحت في تطبيق الخصخصة، حيث نجحت الدولة في طرح أسهم شركة الخطوط الماليزية للاكتتاب العام على أن يتولى القطاع الخاص إدارة الشركة، كما نجحت في بيع الأصول المنقولة وتأجير الأصول الثابتة في مجمع حاويات السفن بميناء كلانك، مع بقاء عين الدولة على هذه المؤسسات للتدخل فقط وقت الأزمات. لكن ثمة تحديات تواجه الخصخصة، أهمها تسريح العمال من قبل الإدارة الجديدة، وترك السلع والخدمات الضرورية كالاتصالات والكهرباء والمواصلات لتقلبات السوق، وهو ما قد يضر بحياة الناس، فضلاً عن أن غياب التدرج أو الدراسة المسبقة قد يؤدي إلى خلل في الميزان المالي. خلاصة القول هي أن الخصخصة تعد إحدى الأدوات المستخدمة لإحداث بيئة حاضنة لنجاح التنمية الاقتصادية، ويظل خلاف العلماء بين الإباحة والمنع فسحة للمسلمين، فكيف يتعامل الاقتصاد الإسلامي مع هذه الأداة وفقاً لثوابته، وما هي آلياته وأدلته في المنع أو الإباحة؟ أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. دعوني أرحب بضيوفي لهذه الليلة. معي من الرياض فضيلة الدكتور صلاح الشلهوب، خبير في الاقتصاد وباحث في الصيرفة الإسلامية، ومن القاهرة الدكتور عادل يعقوب، أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة الأزهر. أرحب بضيوفي وأبدأ معك فضيلة الدكتور صلاح. التقرير حاول أن يعرف الخصخصة من خلال نموذجين، ولعله كان نموذجين مختلفين، الفساد في الدول النامية والتجربة الماليزية كنموذج ناجح.
قبل النظر في موقف الاقتصاد الإسلامي من الخصخصة، وهل هو يعني جائز الخصخصة أم غير جائزة؟ أعتقد أنه لابد قبل بيان معنى الخصخصة لابد من بيان نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى الملكية ونظرة النظام الرأسمالي كذلك والاشتراكي إلى الملكية. ما هو تعريف الملكية بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم دكتور غسان وضيفك الكريم والأخوة المشاهدين، وشاكر لكم على الاستضافة. طبعا الملكية في الشريعة الإسلامية لها أهمية عظيمة، فكتاب الاقتصاد في العصر الحاضر وأيضا الدراسات الفقهية على مدى العصور السابقة تحدثت عن الملكية في الشريعة الإسلامية. هناك أنواع من الملكية، منها الملكية العامة وملكية الدولة وملكية الأفراد أو الملكية الخاصة. والملكية العامة يعني الشريعة الإسلامية عرفتها بالأمور التي يشترك فيها الناس، يشترك يعني في نفع الناس، ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، ومنها الماء والكلى والنار والنار. أي النوع الثاني من الملكية وهو ملكية الدولة، وهذه الأمور حقيقة التي تديرها الدولة من أجل المنفعة العامة. هي صحيح ليست لا تصنف مع الملكية العامة باعتبار أن الدولة لها رأي وقرار فيها، ولكنها أيضا لا تتصرف فيها بمثل تصرف في الملكية الخاصة، فتصرفها بحدود المنفعة العامة، وذلك مثل الموارد التي هي تكون يعني مثل المعادن وغيرها. دكتور، هنا سؤالي لكم، يعني هل القسمة ثلاثية، يعني في عندي ملكية خاصة وملكية عامة وملكية للدولة في النظرة الاقتصادية الإسلامية؟ نعم، يصنفها بعض الاقتصاديون حقيقة الكتاب في الاقتصاد الإسلامي إلى هذه الأصناف الثلاثة، وإن كانت ملكية الدولة هي أقرب إلى الملكية العامة، ولكن باعتبار أن الدولة لها قرار فيها يعني أرادوا أن يميزوا بينها وبين ما لا يجوز للدولة أيضا أن تتصرف فيه، كما سبق في الأشياء التي وردت في الحديث. وهناك أمثلة أخرى أيضا يعني يمكن أن تنضم إلى ما ذكر في الحديث من الأمور اللي هي شائعة وعامة بين الناس، فلا تضع الدولة يدها عليها. جميل. هنالك النوع الثالث وهو الملكية الخاصة، وهذه يعني ما الملكية الخاصة وهذه يعني تختص بالأشخاص أو الأفراد، بحيث أنه يكون هذه الملكية فيها نوع من الاختصاص للأفراد للانتفاع أو التأجير أو الاستثمار وغيرها من أنواع التصرفات المباحة شرعا. جميل، سأعود إلى هذه الأنواع بعد قليل معكم دكتور، لكن اسمح لي انتقل إلى الدكتور عادل. دكتور عادل، مرحبا بكم في هذه الحلقة، واسمح لي أسألك حقيقة عن موضوع موقف النظام الرأسمالي من الملكية وكذلك النظام الاشتراكي. هل يتوافق مع نظرة الاقتصاد الإسلامي للملكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اسمح لي سيادتك أخي الكريم أستاذ غسان، يعني أنا أحيي سيادتك وأشكرك على الاستضافة، وأحيي ضيفك الكريم أخي الفاضل فضيلة الدكتور صلاح والسادة المشاهدين. والواقع أن حضرتك النظام الرأسمالي كما تعلم بيركز على الملكية الخاصة، يعتبر الملكية الأساسية في النظام الرأسمالي هي الملكية الخاصة، وفي النظام الاشتراكي بيعتبر الملكية هي الملكية العامة، وإن كان طرأ حديثا يعني بعض التغيرات في هذا الفكر سواء في اليسار في الاشتراكي أو حتى في الغرب بعد الأزمات المتتالية اسمح لي. لكن عايز أوضح لسيادتك بداية أن علماء الاقتصاد الإسلامي كما تفضل الزميل العزيز فضيلة الشيخ صلاح دكتور صلاح، عندنا ثلاث أنواع من الملكية. ملكية القطاع الخاص
دي بتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، يعني دورها في الاقتصاد الإسلامي تحقيق التنمية الاقتصادية. ثم الملكية العامة بتهدف إلى تحقيق الاستقرار، استقرار في الأسعار، تعمل توازن علشان ما يحصلش جنوح أو مغالاة يعني في الأسعار من جانب القطاع في الواقع القطاع الخاص. طيب أليس أيضا من أهدافها التنمية الاقتصادية؟ نعم نعم، الإسلام هذه الملكيات مجتمعة هي التي تحقق التنمية الاقتصادية. حضرتك لا، في الاقتصاد الإسلامي لا يوجد إغفال لأي ملكية من هذه الملكيات. الملكية الثالثة اسمح لي هي ملكية التكافل الاجتماعي، وبتشمل مؤسسات الوقف، الوقف اللي صنع الحضارة الإسلامية العظيمة، الوقف اللي لعب دورا كبيرا في تطور التعليم والبحث العلمي، في تطور القطاع الصحي في أيام الحضارات الإسلامية، في إنشاء الطرق والعمران وإحداث نهضة حقيقية. كذلك هو الحال في مؤسسات الزكاة والجمعيات الاقتصادية أو الجمعيات العامة التي لا تهدف إلى الربح. كل هذه يا أستاذ غسان بعد إذنك، كل هذه الملكيات تساعد في إحداث النهضة أو التنمية أو العمران، لكن بدون أي من هذه الثلاث لا يمكن يحصل عمران حقيقي أو عمران اللي احنا بننشده دايما للمجتمعات. وعشان أضيف لحضرتك أن بعض الأنظمة حاليا بدأت بعض الأنظمة تغير حتى من الفكر بتاعها، يعني الرأسمالي بدأ يدخل بعد الأزمات المتتالية، بدأ يتخذ من التدخل الحكومي الحقيقي يجيز للدولة أيضا بجانب الخاص. أنا نعم، سؤالي مع الجانب الخاص لك، يعني حقيقة نحن نسمع أنه الرأسمالي، نظام الرأسمالي يركز تماما على الملكية الخاصة، وكأنه ينكر نوعا ما الملكية العامة التي تعود للدولة، وأيضا ملكية التكافل الاجتماعي. هل هذا الكلام دقيق 100% أم أنه يعني ليس على إطلاقه، بل هناك استثناءات ويمكن للدولة أن تتدخل متى تشاء؟ لا، ليس على إطلاقه فعلا. يعني التطبيق الفعلي الآن للنظام الرأسمالي، هناك بدأ يعني يدخل قطاع حكومي قوي، وبدأ يحصل نوع من التوازن. يعني هو ضمنيا لا يعترف بالقطاع الحكومي أنه قطاع قائد أو قطاع يقود الاقتصاد، هو يعترف بالقطاع الخاص، هو ده النظام نفسه. لكن هو بدأ يدخل بعد الأزمات المتلاحقة، بدأ يدخل تعديل في الفكر. يعني هذه من ناحية العملية، من التنظيرية ما زال ثابت على مبادئه. التنظيرية لا زال القطاع الخاص، ولا زال الأسعار هي التي تحدد، الأثمان التي تحدد يعني التصحيحات المختلفة لهذا النظام في إحداث التنمية المنشودة. فضيل دكتور صلاح، تعريف الخصخصة، بعد أن رأينا يعني تعرفنا على أنواع الملكية سواء في النظام الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي أو الاشتراكي أو الرأسمالي، ما هو تعريف الخصخصة ومتى ظهر ما يسمى بالخصخصة؟ طبعا تعريف الخصخصة يمكن عرفت بأكثر من تعريف، لكن هي بشكل عام هي نقل يعني وحدات أو ممتلكات أو مشاريع أو شركات مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، وهي تأخذ حقيقة عدة أشكال. يعني أحيانا يكون القطاع العام أو القطاع الحكومي شريك مستمر في شراكته مع القطاع الخاص، أحيانا قد ينقل لهم ملكية الوحدات هذه بالكامل للقطاع الخاص، وأحيانا يعطي نوع من الامتياز للقطاع الخاص لتشغيل بعض الأنشطة الاقتصادية أو بعض المشاريع مقابل عقود أو اتفاقيات تتم بين الطرفين. وقد يأخذ أشكال أخرى أيضا، لأنه هو مفهوم حقيقة أوسع من نقل الملكية فقط. طبعا ممكن نقل الإدارة، يعني ممكن الإدارة، يعني نعم ممكن الإدارة، ممكن التأجير، في أكثر حقيقة ممكن التشغيل. يعني أحيانا في بعض الوحدات أو القطاعات يعني القطاع الخاص يشغلها رغم أنها
مملوكة ومرتبطة بالقطاع الحكومي. دكتور صالح اسمح لي معذرة أن نضرب بعض الأمثلة على واقع الدول اليوم حتى يكون الموضوع يعني قريب للسادة المشاهدين لا سيما غير المتخصصين في الاقتصاد. نعم يعني في حقيقة يعني مجموعة من الأمثلة لذلك. يعني أذكر على مستوى السوق السعودي مثلا تم تحرير اللي هو قطاع تم في البداية حقيقة خصخصة قطاع الاتصالات ثم تحرير هذا القطاع، وكان لذلك أثر كبير حقيقة في تحسن الخدمات وانخفاض تكلفتها، إضافة إلى أنها كان لها أثر في يعني خلق يعني مجموعة كبيرة من الوظائف في السوق. هناك يعني بعض الدول وممكن كمثال التجربة الماليزية واجهت يعني مشكلات حقيقة في قضية تشغيل بعض قطاعات النقل، فصار في نوع من الاتفاق مع القطاع الخاص في تشغيل بعض الوحدات أو بعض المشاريع لمدة معينة مقابل أجرة على أن يكون هذا القطاع الخاص يعني يشغل هذه الوحدات ويأخذ أجور عليها، فبعد يعني مثلا مدة 10 15 20 سنة تتحول هذه المشاريع إلى الحكومة. هناك بعض القطاعات مثلا في المملكة مثل قطاع الكهرباء هو قطاع لا زال يعني يعتبر نوعا ما حكومي، لكن هناك شركات مشغلة أو شركة مشغلة لهذا القطاع بحيث أن الأسعار يعني غالبا تكون يعني متفق ما بينها يعني هي مملوكة جزئيا للحكومة، ولكن في قضية إدارة الأسعار والتكلفة وأيضا الدعم هذا كله يأتي من الحكومة، فلم يحرر تماما حقيقة قطاع الكهرباء ولكن يبقى يعني نعم. أنا كأني يعني أستشف من كلامك كأنك مؤيد لموضوع الخصخصة، سأعود لكم فضيلة الدكتور صلاح. دكتور عادل أعود إليكم وأود أن أتساءل ما هي الأهداف الاقتصادية للخصخصة؟ لماذا تلجأ؟ لا سيما يعني دعونا نكون صريحين، الدول المتقدمة كلها اتجهت إلى هذا، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، أغلب الدول لا سيما المتقدمة لجأت إلى ما يسمى بالخصخصة، ما هي الأهداف الاقتصادية لها؟ هو سيادتك الأهداف الاقتصادية لها أساسا هو تحقيق الكفاءة الاقتصادية يعني أو العائد الاقتصادي من والمالي من خلال هذه المنشآت بتحويلها إلى الخصخصة أو بأي طريقة سواء بالإدارة أو بالملكية، إنها إنتاجيتها تكون أعلى والتكلفة تكلفة المنتج يكون أقل، إن توسع قاعدة الملكية بالنسبة ل قاعدة الملكية فيحصل نوع أفضل من التوزيع، يعني تساهم بشكل كبير في تحقيق وحلول تقدم حلول للمشكلات اللي بيعاني منها المجتمع حسب وظيفة وتخصص هذه المنشآت. لكن دعني أتكلم بصراحة، المؤسسة خسرانة يعني حتى نحولها ونخصصها؟ على الإطلاق يعني في بعض الدول سيادتك حصل أنه في بعض الشركات كانت ربحيتها عالية، لكن لما خصخصت زادت ربحيتها. بس عايز أضع شرط مهم حضرتك. تفضل. الشرط الأساسي لنجاح فكرة الخصخصة، وده حضرتك لو طبقه على كل الدول اللي حصل فيها خصخصة، إذا تمت الخصخصة بنوع من الشفافية وبنوع عمليات مراحل الخصخصة كلها لم يدخل فيها الفساد، ممكن تكون التجربة هذه التجربة ناجحة. الشيء الثاني مدى احتياج الدولة للخصخصة، يعني بعد إذنك الوضع الاقتصادي مؤشر مهم إن هل أحتاج الخصخصة ولا لا. إذا الأمر يختلف من دولة إلى دولة بالتأكيد. فشوف حضرتك كلما كان مستوى الدخل الفرد في الدولة أقل، أنا أعتقد أن الخصخصة بتكون غير ضرورية، يصبح تدخل الدولة والقطاع العام بيعمل توازن. يعني لا يمكن تجد سيادتك قطاع كبير من تعمل قطاع كبير في الخصخصة أو الخاص في مجتمع الفقراء في دول فقيرة، لا يمكن. يعني ليس له مبرر. أنا حقيقة دكتور أنا جمعت الإيجابيات والسلبيات لعلي أعرضها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، لكن أود أن أسأل هنا، هل تعتقد أن الخصخصة
حلا مناسبا لإنعاش الاقتصاد. دعونا نتابع رأي الشارع بعد هذا الفاصل. وجود اطروحات تابعه للدوله او تابعه للحكومه ده بيكون ليه يعني اثر ايجابي على مؤشرات واداء البورصه المصريه بصفه عامه. اي شركه بيطرحها بيكون طرح جديد، بيكون سلعه جديده، بيكون بضاعه جديده، ممكن المستثمر بيبقى متعطش ان هو يدخل في اي اطروحات جديده، نظرا لان هي في البدايه كاكتتاب بيبقى لحد ما نسبه الريسك فيه قليله جدا، ان هو بيدخل وبيبيع ممكن في اول يوم او ثاني يوم اكتتاب. حاجه ثانيه ان بيكون بتزود شويه في بطاله لو ما كانش فيها عدد العماله اللي مناسبين، فبيجي ساعات الخصخصة بيحصل فيه تجديد للهيكل الوظيفي في الشركة نفسها، وبالتالي ففي بعض الموظفين اللي بيبدأ تسريحهم أو إن هم يعملوا لهم نقل، وده بيزود شوية في البطالة. الخصخصة في نوعا ما بتعمل إعادة هيكلة للشركات حتى لو كانت خاسرة، وبتفيدها في إنها بتضخ إليها السيولة، لأن طبعا إحنا عارفين إن لما تطرح أسهم في البورصة معناها إن في فلوس جديدة داخلة وشركاء جداد داخلين، دول بيتيحوا حاجتين مهمين جدا زي ما بيقول زياده في السيوله، وبيعملوا حاجه اسمها الرقابه الشعبيه. الميزه ان في الخصخصه بيبدا يبقى فيه انتاجيه اكتر، برودكشن اكتر، كواليتي للبرودكشن بشكل احسن. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. مخافر أقل، ضخ سيولة، رقابة شعبية، إنتاجية أفضل، وناحية سلبية يقولون بطالة. يبدو أن الغالبية تميل إلى أهمية الخصخصة أو تؤيد الخصخصة في دفع عجلة الاقتصاد. والسؤال للدكتور عادل، باعتباركم مصريين يعني من مصر، لكم باع وتجربة في هذا الاتجاه، ما هي أهم أشكال الخصخصة وما تعليقكم على آراء المضاربين؟ طب اسمح لي، يعني أشكال القصقصة في مصر اتخذت أشكال مختلفة، منها البيع بالكامل، التحول من القطاع الحكومي أو القطاع العام إلى القطاع الخاص، وفي حضرتك من خلال إدارة القطاع الخاص، وفي حضرتك بالمشاركة مع القطاع الخاص. لكن آراء، طبعا آراء المشاهدين آراء تحترم، معظمهم يمكن ركزوا على، يبدو انهم ناس بيشتغلوا في البورصه، ركزوا على انها ممكن تعمل رواج على مستوى البورصه من خلال طرح هذه الشركات في البورصه. يعني انا حضرتك برضو لازلت اقول ان هناك خصخصه اقتصاديه وخصخصه رفاهيه، يعني خصخصه رفاهيه اللي بتقوم بها دول مقتدره، والخصخصه لا تمثل بالنسبه ليها حتى يعني نسبه كبيره من اقتصادياتها، ما فيهاش مشاكل. لكن المشكله استاذ غسان عندنا في بلداننا العربيه، في دوله زي مصر، القطاع العام كان بيؤدي يعني دور كبير جدا بالنسبه للمواطن المصري في حدود دخله المتاح. لما انبيعت بعض هذه الشركات اصبحت تؤثر بالسلب على شريحه كبيره من المواطنين، لدرجه ان حتى الان يعني يطالب كثير من المواطنين ومن خلال حتى الهيئات ومن خلال النقابات برجوع بعض الشركات وبرجوع بعض المصانع، لانه حصل فيها نوع من التاثير سيادتك السلبي عليهم. لكن اما شوف حضرتك قارن تجربه زي مصر، لا شك هناك ايضا مشروعات نجحت في الخصخصه في مصر، صحيح، وتحسن الانتاج والجوده، لا شك في ذلك. لكن اما تقارن حضرتك تجربه الخصخصه في مصر بتجربه زي بريتش تيليكوم في بريطانيا، بعض الشركات الضخمه العملاقه اللي حصلت في بريطانيا، في دوله متقدمه تمت الخصخصه بدراسه مستفيضه، تمت على اسس اقتصاديه وماليه سليمه،
تمت من خلال حوارات مجتمعية، تمت بوضوح كامل، تم طريقة البيع نفسها، تم وضع معايير لموضوع التحول، كيف تكون هذه المعايير بحيث حضرتك الفائدة الاقتصادية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للحكومة وبالنسبة للمجتمع ككل ستكون أفضل بكثير من الحالة الأولى. ولذلك حضرتك تجربة كبريتش تيليكوم لما اتخصخصت أصبحت سعر الاتصالات أرخص بالنسبة للمستعمل الخدمة. طب بالنسبة للشركة صارت تكسب أكتر بعد إذنك. أدخلوا التليفون المرئي وأدخلوا خدمات جديدة لم تكن موجودة. هل كان هناك يعني أنا بسأل هل حضرتك هذه نقل هذه التجربة في 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 دول مش بالتقدم بتاع بريطانيا نجح نفس النجاح؟ أعتقد لا. فضيلة الدكتور صلاح، موضوع الخصخصة، ولعلك من يؤيد موضوع الخصخصة، وبعد قليل سأطرح موضوع موقف علماء الاقتصاد الإسلامي من الخصخصة، لأنه كما هو معلوم لديكم هناك من اعترض وهناك من أجاز ولكل له دليله. لكن دعني أسأل، بالنظر إلى إيجابيات الخصخصة والنظر إلى سلبيات الخصخصة، عندكم مثلا في المملكة هل كانت السلبيات أكثر أم السلبيات؟ وهل كان في عندي لما خصص بعض المؤسسات المرافق العامة أو الضرورية الاستراتيجية التي خصصت، هل كان عندي كان هناك بطالة؟ هل كان هنالك ضرر بمصالح الناس بأسعار السلع والخدمات؟ الحقيقة أن تجربة المملكة يعني في الخصخصة قد تكون يعني تجربة فيها نوع من التحوط أو الحذر، لم تتم حقيقة خصخصة يعني بشكل كامل كثير من القطاعات، لا زالت ملكية الدولة قائمة ولا زالت الدولة تمتلك يعني جزء كبير من حصص تلك الشركات، ولكن الميزة هي أن أصبح هناك في نوع من تحسن في الخدمات، إضافة إلى أنه تأثرت من جهة اللي هو التكلفة، انخفضت التكلفة في بعض هذه الخدمات، لكن ليست كل الخصخصة يعني قد تكون يعني ناجحة ومؤثرة ونافعة ومفيدة، يعني الخصخصة أحيانا في بعض القطاعات قد تكون فيها مغامرة، يعني قطاع مثلا التعليم، قطاع الصحة، لو صار في خصخصة قد يكون هناك يعني ضرر على كثير من الناس الذين يعني لا يستطيعون حقيقة مجاراة التكلفة التي يطلبها يعني الخاص. نحن أمام يعني الجهات المختصة عندما تسمع هذا الكلام من المختصين ماذا تفعل؟ يعني هناك من يذكر أنه في اليابان حينما خصصوا الخطوط الحديدية صار عندي بطالة 29,000 يعني سرحوا، وبعضهم يقول يعني عندما نلجأ إلى الخصخصة استثمار شركات متعددة الجنسيات يسيطر على اقتصاد الدولة واقتصاد الوطني وهذا في هيمنة عليها. يعني هذه الأشياء عندما تسمع الجهات المختصة هذه المخاطر وهذه السلبيات، ألا تتوقف وتفكر وتعد للمليون يعني قبل الخصخصة؟ ما في شك أنها يعني فيها مخاطرة وفيها مغامرة، يعني دخول يعني تحرير يعني بعض الأنشطة التجارية قد يؤدي إلى وجود حقيقة يعني نوع من طبعا دائما القطاع الخاص الأولوية بالنسبة له هو الربحية، يعني مسألة الجودة، مسألة سهولة يعني تحسين الخدمات إلى آخره، هذه تبقى يعني هدف ولكنه يأتي في المرتبة الثانية، ولذلك من المتوقع حقيقة أن يكون هناك فيه يعني كفاءة في الإدارة بحيث أنه قد يؤدي إلى يعني تسريح بعض الموظفين والاكتفاء بالبعض، الاستغناء بالأدوات التقنية الحديثة التي تخفف من يعني الكلفة على الشركات، هناك حقيقة عدة أدوات ممكن تستخدمها هذه القطاعات، لكن في المقابل يعني تحسن الخدمات وانتشارها وتوسعها هذا يعني يؤدي بشكل إيجابي إلى يعني زيادة فرص العمل، أحيانا استقطاب الاستثمارات الأجنبية قد يكون هو سلاح ذو حدين، يعني سيكون هناك قد يكون تدخل من شركات في بعض القرارات، ولكن في المقابل أن هذه الاستثمارات سوف تنمي اقتصاد البلد بشكل أو بآخر، يبقى أن هناك أهمية للنظر حقيقة في وضع عموم الناس، لأنه
كثير من القطاعات يتم خصخصتها ثم طرحها للعموم، ثم يشتريها يعني بعض الافراد يشتري او يساهم فيها بعض الافراد، ثم مع الوقت تتحول الى يعني فئه قليله من المجتمع، بحيث ان هذه الفئه هي التي تدير عجله الاقتصاد ويصبح لها الملكيه الاضخم، لان الافراد عاده يحتفظون بهذه الملكيه لمده محدوده جدا، وبعدها تنتقل هذه الملكيات الى اشخاص يعني اصحاب رؤوس جميل. الاموال. دكتور عادل، ايجابيات الخصخصه يقال انه يخفف من اعباء الحكومه، وايضا يعني في ازكاء لروح التنافسيه والاداء وتحسين الانتاج ونحو ذلك، هل انت تؤيد هذا ام لابد من النظر كل دوله على حده وننظر الى إمكانية الخصخصة في هذا القطاع أو عدم إمكانية الخصخصة فيه؟ صحيح، وأنا بتفق مع فضيلة الدكتور صلاح فيما قاله أن هناك قطاعات يعني يجب يعني أن لا تمسها الخصخصة في الواقع، يعني أتفق مع مثل قطاعين، قطاع التعليم قطاع التعليم وقطاع الصحة والماء والكهرباء والاتصالات. طبعا لكن دول القطاعين طبعا وفي حديث نبوي الناس شركاء في سلاس، طبعا ما فيش نقاش في كده، في 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 السلع الاستراتيجيه او الانتاج السلع الاستراتيجيه والمهمه بالنسبه للمواطن، يعني زي الكهرباء وزي المياه، دي اشياء يجب ان تظل في 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 يد الدوله، ما فيش نقاش فيها. لكن في قطاعين مهمين وهناك اصوات كثيره تنادي بخصخصتها، وده يعني ده تمثل مشكلة كبيرة لمجتمعاتنا الإسلامية في الواقع. لكن دكتور اسمح لي، يعني أنا بدي أنقل لك رأي الشارع، يقولون أنه دائما المؤسسات التعليمية إذا خصصت تجد هناك ارتقاء وجودة في التعليم، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الصحية أو المراكز الصحية، أينما وجدت القطاعات العامة تجد أو القطاع العام تجد فيه الفساد هو المستشري. ده سيادتك في بعض الحالات ده الكلام ده سليم، لكن انا هدي سيادتك مثال. معظم التعليم الخاص حتى الان في عالمنا الاسلامي لا يقارن بالتعليم العام، التعليم العام افضل بكثير جدا. لكن القطاع الخاص يعني هناك صحيح مؤسسات قد تكون الجوده فيها عاليه لا شك في ذلك، وكذلك في القطاع الصحي، لكن مشكله يعني انت امام محتكر لهذه الخدمة. وأنا أعتقد أن قطاع التعليم وقطاع الصحة هما القطاعان القائدان، يعني اللي هما يقودوا عملية العمران. صحيح. فحتى الآن أنت شوف سيادتك الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتمثل يعني من خمس إلى ربع اقتصاد العالم، معظم الجامعات كلها ستيت، كلها جامعات حكومية. صحيح. شوف الدول الأوروبية المتقدمة، شوف حضرتك كندا، شوف اليابان. يعني حتى اللي مش عام بعد إذنك مش خاص، لكنه ممكن يكون مشترك، يعني شبه حكومي. يعني طيب. أهلي، تعليم أهلي وليس تعليم هادف للربح. أنا سؤالي، أنا لو حولت القطاعات دي سنواجه بمشكلات كبيرة تنعكس بأثرها السلبي على مجتمعاتنا وعلى التنمية في وعلى الشعب الفقراء وعلى الفقراء والمساكين بشكل خاص. فضيل الدكتور صلاح، الآن الناحية الشرعية، لماذا اختلف العلماء بين مجيز وبين مبيح للخصخصة؟ يظهر حقيقة أنه الذين تحدثوا في الخصخصة يعني واختلفت وجهات نظرهم في موضوع الخصخصة، قد يكون بعضهم يتحدث عن أجزاء مختلفة عما يتحدث عنها الآخر، بمعنى أن هناك يعني قطاعات ما في شك أنه أصلا يعني الحكومات يعني تدخلها فيها هو تدخل طارئ بسبب الحاجة، ومن الطبيعي حقيقة أنها تتحول إلى القطاع الخاص، وهذا في كثير من الأنشطة. هناك قطاعات حقيقة ضرورية للمجتمع وفي مخاطرة حقيقة في تحولها إلى القطاع الخاص، وبالتالي هذا ينبغي حقيقة تفكير مليء فيه قبل أن يتحول إلى القطاع الخاص بفكرة التحول الكامل، يعني وليست يعني هناك الخصخصة لها أكثر من مفهوم
قد لا تنتقل الملكية ولكن يبقى تشغيل القطاع الخاص، ولذلك قد يكون هؤلاء أو هذا الفريق الذي يعني ينظر بنوع من السلبية أو أنه لا يجيز الخصخصة أنه ينظر إلى قطاعات محددة. لا أعتقد حقيقة أن هناك يعني رأي يعني فقهي ضد أو مع يشمل جميع القطاعات اللي يمكن خصخصتها. يعني هل يمكن أن نقول خصخصة الأداء جائز، أما خصخصة الملكية ينظر فيها بحسب القطاع؟ لا لا، ليس بالضرورة. أحيانا بعض القطاعات شركات مصانع إنتاج يعني هي أصلا قد يكون لها منافس من القطاع الخاص، فما المانع أصلا من أن الدولة تتحول؟ بالعكس، أحيانا قد تكون الدولة مطالبة بخصخصة هذه القطاعات ليكون هناك عدم وجود احتكار وعدم وجود ميزة نسبية للدولة في معبر هم الذين يقولون بمنع الاحتكار، يقولون لا نريد أن يحتكر القطاع الخاص هذه الخدمات والمرافق العامة التي هي المنفعة فيها للجميع. نعم، المرافق العامة صحيح، لكن يعني بعض القطاعات ممكن خصخصتها، المرافق العامة، القطاعات كما ذكر الدكتور الاستراتيجية حقيقة اللي تؤثر على حياة المواطن اليومية، قطاعات مهمة الجودة مطلوبة فيها مثل قطاع الصحة والتعليم. لا أقول حقيقة أنه لا يتم يعني خصخصتها بالمفهوم الشامل، ولكن ينبغي أن لا يكون خصخصتها بأن تتحول تماما إلى القطاع الخاص، إلا إذا كانت الدولة لديها خطة لمعالجة السلبيات التي يمكن أن تطرأ. نعم. من هذه الخصخصة. أنا كنت أود أن أسمع رأي الدكتور عادل في هذا الموضوع، لكن لعله بعد الفاصل. وعندي سؤال، هل فشل الخصخصة يعد تبديد للمال العام في نظر القانون والشرع؟ نبحث هذا الجانب القانوني للخصخصة مع المستشار عدنان الصالح بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. دعوني أرحب بضيفنا لهذه الفقرة المستشار القانوني عدنان الصالح. أستاذ عدنان، مرحبا بكم. أهلا وسهلا فيك وحياك. أنا حقيقة بدي أسأل، هل تحتاج الخصخصة لقوانين وتشريعات، وهل هي موجودة، وهل هناك مخاوف حقيقة من الخصخصة، لا سيما أنه الضيفين الكريمين لهم في بعض القطاعات قالوا انه الخصخصة خط احمر، يعني اذا صح التعبير. بصراحة يعني انا تابعت اللقاء، تابعت يعني الاخوة وراءهم في اشوف انه نسبة يعني عدم التفاؤل كبيرة جدا في مسألة انه عندما تأتي الخصخصة سيأتي معها البطالة، سيأتي معها الفقر، سيأتي معها بعض الاشكاليات التي قد تعجز مثلا حكومة عن حلها. الامر متوقف على سيطرة الحكومة واتخاذ قراراتها والبنى التحتية التي تبنيها هذه الدولة. المسألة الواقعية تحكي أن 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 دخول الخصخصة في القطاع الحكومي كان له آثار إيجابية على المجتمع، على الناس، وأتوقع أن التجربة مثلا السعودية المرتبطة مثلا بالاتصالات أو المياه، أو حتى التجربة الإماراتية المرتبطة مثلا بخصخصة قطاعات كثيرة جدا، مثل مسائل القضاء. الآن عندما كان القضاء يعني لم يكن ذو دخل لهذه الدولة، بعد أن تمت الخصخصة أثبت الواقع أنه يدر أموال تخدم المجتمع. القضاء يعني المحاكم؟ المحاكم أكيد، المحاكم يعني القضاء الشيء
الشرعي وحتى غير يعني المساند لهم مثل مثلا كتابة العدل أو التوثيقات أو غيره. صارت الخدمة سهلة للناس، لم يكن فيها نوع من البيروقراطية بل توسع الأمر، استفاد المجتمع أيضا في تنافس وفي جدية وفي جودة. الذي يتذكر الاتصالات في السعودية قبل أن تتخصخص سيعلم بالمعاناة التي ينتظر فيها الشخص لأكثر من سنتين من أجل خط هاتف واحد. الآن الحقيقة تقول أنه مع وجود الخصخصة حتى وإن كانت خصخصة جزئية إلا الناس استراحوا وأراحوا فيما يتعلق بقضية إيجاد الخدمات والسبل. الدخول في الخصخصة لا يقتضي مثلا عائد أرباح على المجتمع، ولكن قد يكون عائد خدمة قد يقدمها هذا المزود لهذه الخدمة. حلو أستاذ، أنا سألتك حقيقة عن القوانين والتشريعات، سأعود إليك، لكن لعلي أنتقل للدكتور عادل. دكتور عادل، ما رأيكم يعني الأستاذ عدنان يخالفكم في موضوع أنه بعض الشركات القطاعات العامة ما ينبغي أن تخصص؟ اسمح لي سيادتك أحيي الأستاذ عدنان. لا، ما فيش خلاف، أنا ما فيش خلاف على كده. في بعض القطاعات وأنا نفسي مع أنها تخصص، يعني في يعني على رأي ابن خلدون يجب ألا تكون الدولة تاجرة فتضر بالعمران وتضر بالاقتصاد. حلو. لكن في 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 قطاعات معينة كما اتفقنا، ممكن في قطاع تجاري تتخلى الدولة عنه، في بعض الشركات. لكن أنا أتكلم سيادتك ويمكن يشاركني أخي فضيلة الشيخ صلاح في بعض القطاعات الاستراتيجية أو المهمة، ويمكن حضرتك حتى الفكر الإسلامي نفسه لو تشوف حضرتك أول خصخصة في 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 الإسلام يمكن تمت في عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه في أرض الصوافي، لما كان الأرض بدرها سيدنا عمر بن الخطاب، كانت أرض ملك للدولة، فكان يعني يتعامل معها يؤجرها، وكانت تدخل على الدولة يعني دخول بسيطة. فلما جاء سيدنا عثمان بن عفان درس هذه المسألة فوجد أن خصخصة مثل هذا القطاع باللغة اللي احنا متكلمها الآن، أن لو عطيت هذه الأراضي لناس تعمر هذه الأراضي واقتسم معهم الدخول وحصل هذا الكلام، وزاد دخل الأراضي من 9 مليون درهم في عصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 50 مليون درهم، فعملت طفرة. وطبعا سيدنا عثمان بن عفان كان تاجر وكان إداري ناجح، وكان يعني عنده من يعني من الإدارة الاقتصادية الكثير والكثير. فأنا مش ضد حضرتك موضوع الخصخصة بصفة عامة، لكن برضو اسمح لي برضو مع الأستاذ عدنان، الخصخصة في المملكة العربية السعودية في الإمارات تختلف عن الخصخصة في مصر، تختلف عن الخصخصة في دولة زي الصومال، تختلف عن الخصخصة في دولة أفقر. أكيد كل دولة لها احتياجاتها. يعني هو يرى بعين جميلة الوضع في المملكة، وأنا أشاركه في ذلك ورأيت ذلك في المملكة فعلا. وفي عندي في مصر أيضا في بعض القطاعات خصخصت وهي الآن على أعلى مستوى من الأداء الاقتصادي، لكن في المقابل هناك بعض القطاعات التي خصخصت يعاني من آثارها السلبية كثير من المواطنين، لأن في المجتمع الدخول لا زال الدخول منخفضة. صحيح. مقارنة بكثير من دول المجاورة لنا، يعني زي دول مجلس التعاون الخليجي أو بعض الدول العربية المجاورة لي أو الأوروبية المتقدمة. بلا شك أنه يختلف، والقياس ربما قياس دولة نامية على دولة متقدمة، هذا قياس مع الفارق كما يقول الفقهاء. أعود إليك أستاذ عدنان قبل أن أذهب إلى الدكتور صلاح، أسألتك عن التشريعات. فعلا هل الخصخصة بحاجة إلى تشريعات وقوانين، وهل هي موجودة على أرض الواقع كونك أنت يعني مطلع على القوانين يعني في المملكة وأيضا في دولة الإمارات؟ النقطة المهمة أن القوانين والأنظمة والتشريعات أتت لتنظم حياة المجتمع وتقنن حياتهم بضوابط وقوانين ولوائح وغيرها من الأمور وحمايتهم طبعا. لا شك أن الضوابط وتنظيم الحياة يعني الحياة الاجتماعية هي نوع من الضبط، فيه جزاء وفيه عقاب وحتى فيه ثواب.
ولكن لا يوجد أي عمل أو أي إجراء بلا قانون. لابد أن تواكب هذه الخصخصة مهما صغرت أو كبرت، أن يواكبها قانون شامل تشريعي للخصخصة، ولا تكون مسألة انفرادية. مثلا عندما نريد أن نخصص، مثلا نعمل خصخصة في الرياضة وأن نضع لها لوائح وقوانين تخضع لها هذه الرياضة، عندما نعمل خصخصة في الصحة مثلا نعمل لها لوائح وقوانين وأنظمة. لا، ما دام أن المسألة شاملة وأن الرؤية إلى 2030 مثلا في المملكة العربية السعودية، لابد أن يشمل هذا الأمر. طرح موضوع الخصخصة بهذه الرؤية؟ هو طرح فيما يتعلق بقضية يعني الأجهزة والإدارات وآلية وخطة العمل إلى 2030. ولكن لعل يعني الأجهزة والقطاعات المرتبطة بهذه الخطة لديها طبعا حس قانوني ونظامي يتعلق بقضية الموافقة عليه. في نقطة لعلها يعني إن سمحت لي مهم، بدي أعود لك بس. نعم. لكن لأنه بعد قليل سوف نودع الدكتور صلاح. فضيل الدكتور صلاح، أود أن أسأل حقيقة عن موضوع الرؤية، وأنا أعلم أنك اطلعت عليها اطلاعا كبيرا عندكم في المملكة. هل هناك شيء من موضوع الخصخصة في هذه الرؤية؟ نعم، الرؤية حقيقة يعني تتجه إلى خصخصة كثير من القطاعات، باعتبار أن هذه القطاعات خصخصتها قد يكون له أثر إيجابي من جهة الشفافية، وأن يكون المجتمع مطلع على تفاصيل الأعمال والأنشطة الموجودة في بعض هذه القطاعات. ومنها ما أعلن عن خصخصة شركة أرامكو، وأعلن حقيقة عن التوجه إلى يعني توسيع شريحة يعني الأنشطة أو الخصخصة في قطاع التعليم واحتمال يكون الصحة، ولكن ليس بالضرورة نقل الملكية، هو عبارة عن تشغيل نقل إدارة. هناك أيضا أي نقل إدارة، هناك أيضا خصخصة في بعض القطاعات داخل القطاعات الحكومية، وهذا توجه حقيقة بدأت فيه بعض الوزارات الآن تنظر في بعض الأنشطة لديها وكيف يمكن أن يتم خصخصتها. أيضا هناك يعني توجه حكومي إلى أن يكون يعني أن 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 تفتح أن يكون هناك فرص أكبر للمواطنين والمستثمرين من الداخل والخارج للمشاركة في بعض القطاعات والشركات التي تمتلكها الحكومة. دكتور، عندكم علماء المملكة كلهم يجيزون موضوع الخصخصة بالضوابط التي ذكرت. نعم، هو حقيقة الخصخصة مثل ما ذكرت لك حقيقة هي عبارة عن أنشطة تختلف عن أنشطة أخرى بالنسبة لي يعني علماء المملكة وغيرهم من المتخصصين حقيقة. إذا ما نظرنا إلى قضايا الاقتصاد فالأصل فيها حقيقة الإباحة في الأنشطة الناس الدنيوية، ومثل هذه الإجراءات والقرارات هي منوطة بالمصلحة العامة، ولذلك لابد أن يكون ولي الأمر عندما يتخذ قرار فيها يعني يفكر في المصلحة العامة، وهذا هو حقيقة ما ينظر له، لأنه خصصت هذه القطاعات. تجربة المملكة حقيقة في بعض أجزائها كانت إيجابية حقيقة في تحرير بعض القطاعات، خصصت بعض القطاعات، ولدت جميل. وظائف، حسنت من ظروف هذه الوظائف أيضا، حسنت من الخدمات، وهذا ما سيدفعها حقيقة إلى يعني التوسع في ذلك. هناك توجه في المملكة إلى أن يكون هناك يعني عدم اعتماد على الموارد المتحصلة من النفط فقط. جميل. وهذه قد تكون أحد الخيارات. أشكرك فضيلة الدكتور صلاح شلهوب الخبير الاقتصادي والباحث في الصيرفة الإسلامية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة فضيلة الدكتور. أعود إلى الدكتور عادل. فضيل الدكتور عادل، أنا سؤالي لك، وأنت يعني هل عندكم بدي ما بعرف إذا قد اطلعت على القوانين والتشريعات واللوائح فيما يتعلق بالخصخصة، هل اطلعت أن هناك موجود بعض القوانين والتشريعات أم أن الأمر ما زال يعني لم ينضج بعد، لم يتبلور بعد؟ لا، هو وجود القوانين موجودة واللوائح، لكن حضرتك دائما في كل تجارب الخصخصة يعني المشكلة حضرتك في التنفيذ هو اللي سيادتك مهم. الكلام الإطار النظري والقوانين واللوائح موجودة، لكن المشكلة في التطبيق قد لا يكون مطابق لروح هذه القوانين الموجودة، وقد يتم يعني اللعب من خلال ثغرات موجودة في بعض القوانين أو التحايل عليها
في أحيان كثيرة. جميل. ومع ذلك بقول لحضرتك هناك تجاوب لبعض المنشآت أو الشركات التي خصصت كان تجارب ناجحة، لكن في حضرتك اسمح لي في تجربة ناجحة جدا في العالم هي التجربة الألمانية في الخصخصة. ألمانيا حضرتك تجربة ألمانيا لما انحصرت الوحدة ما بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية أصبحت ألمانيا الشرقية بالكامل وهي ملكية دولة أصبحت بالكامل تحتاج إلى خصخصة. فقامت الحكومة الألمانية بخصخصة كل الشركات في ألمانيا الشرقية بس وضعت لوائح. اللوائح أهمها البيع عشان ما يحصلش مضاربة في سعر الأراضي ويدخلوا تكنولوجيا أعلى، فقالوا والله البيع للذي يدخل تكنولوجيا أعلى مش التكنولوجيا الموجودة، مش هدي اللي يدفع أكتر ثمن أكتر أو سعر أكتر. جميل. هدي اللي يدخل تكنولوجيا أعلى. طيب. والأولوية فيها للألمان وممنوع المضاربات في الأراضي، الأراضي ستظل ملكية للدولة. جميل. يعني جميل. البيع استفادة من الأرض لمدة 100 سنة. جميل. أتمنى أن يكون الخصخصة في بلداننا يعني إن شاء الله بتحمل مثل هذه إن شاء الله تعالى التوجهات الجميلة جدا أن يكون عندي أنا بعمل خصصة علشان أحدث نوع من زيادة النمو واستمرار النمو وهكذا. أنا حقيقة بدي أرد أرجع أستاذ عدنان موضوع القوانين التي وجدت، يعني ربما الدكتور عادل يقول أنها موجودة لكن تفعيلها على أرض الواقع واطلاعك عليها هل هي موجودة فعلا؟ لا يوجد قانون شامل يرتبط بقضية الخصخصة في المملكة العربية السعودية كما في أغلب الدول. يعني يمكن أنا اطلعت على 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 تجربة جيدة في 2010 لقانون الخصخصة في الكويت عام 2010 وكانت من 26 يعني مادة تقريبا، وكانوا يأكدون على مسألة مهمة لابد يؤكد عليها الجميع في مسائل الخصخصة وهي حماية المستهلك والرقابة. حماية المستهلك أكيد والرقابة، لأنك عندما تلقي بكل ما يتعلق بهذه المشاريع في أيادي رجال الأعمال والتجار والقطاع الخاص فأنت تحتاج إلى رقابة وتحتاج إلى حماية المستهلك، وكذلك سيزيد نسبة الشفافية في قضية تطوير المنتجات المرتبطة إما كانت خدمية أو كانت قطاع خاص فيما يتعلق بقضية التصنيع أو غيره. ولهذا فإيجاد قانون شامل للخصخصة في أي دولة هو الركيزة الأساسية لاستمرارية الرؤية إلى 2030. هل يمكن الاستفادة من القوانين الموجودة في الدول المتقدمة؟ لا شك ونحن جربنا كثير وكثير من 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 الشركات يعني العالمية وحتى فيما يتعلق بقضية الدول، ويوجد لجان على مستوى عالي الآن تقوم بدراسة هذا الوضع في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بقضية الرؤية. حلو. وأتوقع أن فكرة مثلا مهاتير محمد أو فكرة الشيخ محمد بن راشد في دبي كفيلة أن يكون دروس عملية نستطيع أن نستفيد منها في المستقبل كخطوات إن شاء الله تعالى. أشكرك أستاذ عدنان. مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا من القاهرة الدكتور عادل يعقوب أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية التجارة جامعة الأزهر، وأيضا كان معنا في الاستديو الأستاذ عدنان الصالح المستشار القانوني، ومن الرياض كان معنا الدكتور صلاح الشلهوبي. أود أن أذكركم بموضوع الحلقة القادمة، التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية. يمكنكم مشاهدي الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال موقع القناة cnbcarabia.com وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.